رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض عيادة الصحة. الفقرة دي الحقيقة هتكون فقرة مميزة جدا، لأننا هنتكلم عن النزلات المعوية. احنا في الصيف النزلات المعوية دايما بتزيد، كلمة نزلة معوية بتعمل قلق لكل الناس خصوصا الأمهات. عشان كده النهاردة مشرفنا ومنورنا دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد ورئيس ومستشفى حميات إمبابة الأصبك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا بيكي يا أستاذ، أنا مبسوطة جدا أن أنا مع حضرتك. أنا أكثر، ربنا يخليكي. طبعا يا دكتور، كلمة نزلة معوية دي كلمة قوية وبتقلقنا كلنا طبعا. وحاجة بتكون صعبة جدا. طبعا حضرتك ممكن تقدر تعرفنا عليها، لأن احنا لحد النهاردة ممكن ما يكونش لسه النزلة المعوية واضحة ولا أسبابها ولا أعراضها. ممكن حضرتك تعرفنا على النزلات المعوية كلها؟ حاضر، شكرا لسيادتك وشكرا للصحة والجمال الجميلة وشكرا لكل الكرو اللي عاملين معنا في القناة النهاردة في الحر الكبير دوت. طبعا هو موضوع كلمة نزلة معوية أستاذتنا الجميلة، يعني اسم الأمهات دايما حافظينه مرعوبين منه، وكان زمان شبح وحش جدا جدا جدا، لأن كان النزلات المعوية في الأطفال الصغيرين بتحصد أرواحهم بمنتهى السهولة، نتيجة إنه كان بيحصل معاها جفاف شديد بسرعة وما كانتش الأم عارفة تتعامل معاه، وكان لسه ما ظهرش محلول الجفاف بتاع المرحومة كريمة مختار والكلام من ده. فكان الطفل مسكين اللي هو بيعاني من الإسهال الشديد والجفاف الشديد يبتدي إن هو يعني زي بعيد عنك الشمعة أو العربية اللي مفيش فيها بنزين تقف سنة بسنة لغاية لما توقف قلبه. كانت مأساة، وكان منتشر جدا جدا في مصر وخصوصا في الصيف. ليه في الصيف؟ لانه في الصيف بتبقى درجه الحراره العاليه بتساعد الميكروبات اكتر على انها تبقى منتشره ومتكاثره. وكانت النظافه قديما، اللي احنا بنشتغل برضو من حوالي نصف قرن الحمد لله يعني، فكانت النظافه قديما في مصر قليله شويه، يعني البيوت كانت بيوت غلبانه، كانش في صرف صحي في كل البيوت، السكن نفسه كان سكن يعني بسيط ما فيهوش حاجات تساعد على النظافه كتير بالشكل المظبوط، وكان الطفل بيتولد في البيئه دي. فطبعا انا لما احط طفل لسه يعني زهره خفيفه وفي مكان مش مناسب بيتاثر على طول. فكان بيبقى الاطفال عندهم من التلوث من البيئه اللي حواليهم، طفل امه تسيبه على الارض فيحط ايده في بقه والارض مليانه تراب، الذباب كان منتشر، ايد الام مش نظيفه لانها كانت بتشتغل في الغيط مع جوزها او بتشتغل مثلا في البيت بتحاول انها تراعي المواشي والحاجات اللي كانت موجوده. كان البيت المصري زمان اللي بدانا بيه شغلنا وكان موجود باستمرار. فهنا كان الطفل بياخد من البيئه اللي حواليه على صوابعه ويحطه في بقه فيتلوث البق، الفم هو البدايه بتاعت جهنم بالنسبه للجسم من الميكروبات، فيحصل معاها النزلات المعويه. كانت النزلات المعويه يا اما انها تكون نتيجه طفيليات وما يبقاش معاها حراره، يعني الطفل يسهل جامد ويرجع كتير ومفيش حراره عاليه، وفي معاها الاصعب بقى والاقصى والاشد ضراوه اللي هي يكون في معاها ميكروبات، يعني الايد نقت ميكروب كده عشوائي وهو بيلعب بايده مش نظيفه، ما كانش بيقص الاطفال وما كانش بيقص ضوافرهم، فكان بيتحط ايد الطفل طبيعي اول سنتين في عمره بيحط ايده في بقه باستمرار. فكانت النزله المعويه حتميه، يعني ما فيش ام كنت تشوفيها في مصر غير منها راحت للدكتور مره و10 و20 بابنها في السنتين الاولين عشان الاسهال والنزلات المعويه. كان كابوس، والحمد لله ابتدى يقل بالتدريج، لان احنا كنا الاول بنستعين بالمحاليل عن طريق الوريد، وطبعا مش كل وريد في طفل صغير عنده 6 شهور نركب له الكانيولا الصغيره بتاع الاطفال في الاورده بتاعه الدماغ. كان الموضوع صعب جدا، يعني كانت عمليه في منتهى الصعوبه، وكنا احيانا واحنا صغيرين مثلا ننده الممرضه بالذات من بيتها، دي كانت ايدها يعني فيها مهاره اكتر مننا كلنا عشان تعرف تدخل الابره. تخيلي حضرتك كده بعت لها عربيه البيت للمستشفى. فهنا طبعا كان الموضوع قله امكانيات، انتشار للمرض، الصيف بيساعد على التلوث الشديد، يبقى كانت مساله النزله المعويه اللي هي عباره عن قيء واسهال، ممكن يكون معاهم الم في البطن شديد وصراخ، ممكن يكون معاهم حراره وتبقى المساله اخطر والخطر على الحياه بسرعه. فهنا فيها ليها في ذاكره جدتك والناس الكبار يعني تاريخ كده، يعني ايه وربنا يستر ما يكونش جاله نزله معويه، روحوا قولي للدكتور لا يكون عنده نزله معويه، ده الكبار صح. طبعا الجيل الصغير دلوقتي الطفل عنده اسهال وقريت على النت كذا وجبت له كذا وبتاع، يعني الى حد ما بتبقى الامور ماشيه فيها نوع من المساعده شويه فعلا. فهنا النزله المعويه هي مرض تاريخي ومنتشر في مصر في الماضي كثيرا، والصيف كان كئيب
حتى لدرجه ان احنا وصلنا في وقت من الاوقات كنا بنسمي كده الصيف لما يجي معاه حاجه متلازمه اسمها ايه؟ امراض الصيف. امراض الصيف، ايه الامراض الصيف دي؟ يبقى لازم نقصد كلنا لما نتكلم فيها في الميديا وفي الجرايد وكلامين ده مع زمايلنا الاعلاميين، يبقى نعرف ان هم يقصدوا واحنا نعرف نرد عن انه النزلات المعويه المصحوبه بحراره بغزاره في الصيف. وكمان الصيف مشهور بحاجه برضو صعبه شويه، اجازات المدارس والجامعات و و و وبالتالي الخروج كتير. والاكل في الشارع والمصايف والاكل على البحر واي سمك يتباع على الشوايه في الكورنيش بتاع اسكندريه بدل بيدخن يبقى الناس تجيبه وكلام من ده، فده طبعا بيؤدي ان هو ما دام مش معلوم مصدر الطعام سواء مصدر الطعام ده عشوائي او بيتباع عند راجل بذاته واقف في الشارع باستمرار بيبيع في نفس المكان ده غير مأمون. الناس بتوع العصاير اللي بيعدوا في الشوارع وكلام من ده بحاجات عصير في ايديهم ويبيعوها بيعملينها على ايديهم ممكن تكون ملوثه. صح يا دكتور. ايدين العامل نفسه العامل. اللي هو بيشتغل يعني ما عنده يعني كنا زمان بنطلع وما زلنا بنطلع الناس اللي بيتعاملوا مع الطعام مقدم الطعام يعني والشيفات وكلام من ده حاجه اسمها الشهاده الصحيه بالبراءه او الخلو من الامراض المعديه. فناخده نعمل له تحاليل عشان نطمن ما عندوش كذا وكذا وكذا. ايه هي الامراض المعديه؟ التهاب الكبدي وخصوصا النوع الف اللي هو بيجي على هيئه صفار شديد في الاطفال وبول داكن والام في البطن وعدم قابليه للاكل خالص ويبقى اللون الاصفر في العين ده بالنسبه للام يعني نهايه العالم، يبقى كده الكبد باظ يبقى فعلا. الدنيا باظت. صح. التهاب كبدي تروح وقع مغمى عليها الام نفسها. فده بيبقى منتشر قوي في الصيف او بسبب الصيف وفي الفتره دي. النوادي كمان يا دكتور فندم النوادي اه نلاقي بقى الطفل دخل جاب ساندوتش من هنا على كريب من هنا على بيتزا من هنا بالظبط. وساعات بيكون في ناس الضمير الانساني عندهم يعني مش موجود، ممكن النور لو قطع عنده في الثلاجه بتاعه المطعم النادي مثلا واشتغلت خلاص الاكل لو ما بص ما يبقاش عارف احنا ولا هو بيكون عارف ان الاكل بيكون بكتيريا البياع مش هيضحي بالاكل ابدا حتى لو جابه من الزباله. صح. فهو القصص دي طبعا اولادنا يعني وشبابنا ربنا يخليهم بيبقوا مشكلتهم انهم بيلاقوا ان الكل ماشي كده سلو بلدنا يعني ده كل اصحابه بياخدوا عند الراجل ده وهم المشكله الاخطر بقى كمان انه يعني والنكته في المأساويه انهم بيطلقوا على بعضهم اسماء سيئه جدا على بالك ازاي مش عارف ايه نتانا ايوه فعلا انا بستغرب رايح تاكلوا عند حد اسمه نتانا يا جماعه ازاي بجد ومشهور جدا ومشهور عشان الناس لا تفتكر ان احنا بنقول اسما اسم كده لا ده مشهور جدا اشتغلت في ماسبيرو وهتلاقيهم كلهم بياكلوا تحت عند الراجل ايوه حقيقه لا ورايحين مبسوطين ويتصوروا ويعملوا تشيك ان لا وبعدين لما يرجع كده واكل يحس ان هو يعني عمل انجاز يعني كل في مطعم ماكسيم في فرنسا حاجه غريبه ما دي حاجات بتبقى ثقافات يعني ثقافة الانسان لما يعني النصيحه ليكي ولاولادنا كلهم وكل حبايبنا حوالين التلفزيون وقناه الصحه والجمال يعني في السياق العام ده مهم جدا جدا ان الانسان لازم يفكر وهو بيختار لان الانسان بيدفع ضريبه اختياره ومفيش اي حد ليه اي عذر لما انا اكون بستعمل باخد يعني حاجه من واحد صديق لي على انها بتظبط الدماغ وبعدين لقيت نفسي بحتاجها باستمرار وشكيت انها ممكن تكون مخدرات واستمر لانهم بياخدوها واستمر لانها بتعمل لي نوع من النشوه لغايه ما اخش في الخطر واموت بسببها والموت مش هيدي اذن غلط. الله يا دكتور والله بجد حضرتك يعني مش قادر اقول لك ايه على النقطه دي فعلا. فده اختيار. صح. ومن الاول وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تقرا القران هيقول دايما في حاجات كتيره وتجنبه. تجنبه صح مش غير كلمه حرام وقفه حرام دي يعني خلاص انتهت ما تحاولش تفكر فيها. تجنبه ده انت كمان من بعيد قوي تبعد عن الشر وتغني له زي ما بقول بالمثل فعلا. يعني في ناس بتشرب حاجات معينه ما تقعدش معاهم باي حاجه، في ناس بتقعد تتكلم كلام مش مظبوط وسلوكيات مش مظبوطه في الالفاظ بيجيبوا سيره الناس ما تقعدش معاهم، في ناس بتقعد تجيب اكل هم قاعدين كده لا نفسهم جاعوا بروح يا فلان جيب لنا معاك سندوتشات من عند اسمه ايه دوت او كلام من ده ممكن يكون معروف ومشهور زي ما بنقول حياتك وكلام من ده دكتور. كل الكلام ده كله مش مبرر ان انا اخش في حاجه تضر نفسي ومنها النزلات المعويه اللي بتبقى كتيره جدا في الصيف لانها بتبقى ضريبتها شديده وهنا بيحصل ان الميكروب لما يخش الجسم ويبقى بعد ما يكبر على البني ادم لازم يكون معاها قيء واسهال او قيء او اسهال والم في البطن او ما فيش يعني مش كل الامراض النزلات المعويه معاها الم في البطن
في ناس يقول لك انا بخش الحمام من غير مغص وغير اي حاجه نفسي اسهال يا دكتور حوالي 20 30 مره في اليوم. صح. فهنا يبقى القصه انه فصل الصيف والنزلات المئويه محتاجه كل اسره انها تبقى عينها على اولادها وعلى نفسهم اولا، لان ما ينفعش انا اكلم الاب عشان يحافظ على ابنه والاب من بره جايب معاه سندوتشات تيكاوي او جايب معاه اكل معين معمول بره ويقول للاولاد معلش ده حاجه وده حاجه، لا ما ينفعش. فعلا حضرتك عندك حق. احنا معانا تليفون من استاذ احمد، ممكن ناخده؟ الو. قفل. طيب معلش. دكتور، بمناسبه حضرتك انك بتقول التيك اواي والحاجات دي، الفتره اللي فاتت عشان ظهور ازمه كورونا اللي احنا لازم كل ورا نتكلم عليها، حضرتك لو تلاحظ ان كلنا كنا حريصين جدا ان احنا ما نجيبش تيك اواي من بره، وحتى لو حد كان اتحط في موقف صعب واضطر ان هو يجيب تيك اواي كنا بنسخنه في المايكرويف. تمام. هو يا دكتور قلت النزلات المعوية او مثلا اختفت فترة كورونا، ايه علاقتها بكورونا؟ في حاجات كتير دايما بتدور حوالين النزلات المعوية وكورونا، هل هي قلت شوية عشان بقينا مهتمين اكتر بغسيل ايدنا والاكل؟ حضرتك ممكن كده تدينا برضو معلومات قيمة. هو طبعا كورونا مفاجأة صادمة وهزة العالم كله ونوع من الانفجار، يعني زي تسونامي وبائي اجتاح الكرة الارضية كلها، مش في حتة معينة. حاجة دي حاجة سيئة، لأنه طبعا الانتشار بتاع المرض العنيف من الأول والعثرة بتاعت الناس على الخروج والخوف والرعب والبانيك اللي موجود والقلق الشديد جدا جدا، وبعدين الازدحام على المستشفيات والخوف إن ما يكونش فيه علاج والخوف من الموت بيكون زي الحاجات دي كلها، حالة من الهلع والرعب والمأساة شديدة عالمية. وبرغم هذا لها فوائد. ايه الفوائد؟ زي ما قلت حضرتك كده بالظبط، من ضمن الفوائد ان احنا اولا بقينا دلوقتي حريصين على النظافه اللي كنا مستهبلين فيها. صح. فاللي كانش بيغسل ايده بقى يغسل ايده، اللي كان بيخرج يقعد في اماكن مش نظيفه بيبعد عنها، اللي كان بيستعمل الشيشه في اي مكان بيحاول يستعملها في بيته لوحده اذا كان قدر يستعملها، البيت بخش مثلا بحاول انضف نفسي على طول بقلع الشوز بتاعي بسرعه اخش اغسل ايدي بسرعه، اذا كان في هدوم مش نظيفه بروح رميها في الغساله. فعلا سلوكيات كنا بناخدها بنوع من التطجين كده وايه وماشيين، يعني خليها على الله ونعم بالله طبعا وكل حاجه، بس خليها على الله بس مش في الحاجات السيئه. فهنا اصبح من ضمن الحاجات الحسنات اللي زي ما قلت حضرتك اللي هي التقليل او الاعتماد على الاكل الخارجي اللي هو التيك اواي اللي اصبح سمه مصريه. فعلا يا دكتور. لو برضو يعني ارجع بيكي بالشريط برضو عشان هقول لك على حاجات انا شفتها انت ما شفتهاش بحكم سنك ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا دكتور. فهو زمان مثلا اما كنا في المدرسه او في لغايه الجامعه كان من الصعب جدا ان تلاقي حد يشتري ساندوتش. ده زمان. دكتور بما ان الموضوع ده شيق جدا وانا بحب اسمع اي حاجه ليها قديمه، ممكن بعد اذنك ناخد تليفون ونرجع نكمله؟ اتفضل. معانا استاذ احمد، اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. اهلا يا عم احمد، ازيك؟ ازي صحة يا دكتور؟ الله يخليك يا خال عمر. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يديك الصحة يا دكتور. معايا لو مؤاخذة المدام عندها سخونة من الداخل. سخونة؟ بقى لها ثلاث سنين اربع سنين. حاضر. عندها سكر يا احمد؟ النفاق. نعم؟ عندها سكر يا احمد؟ لا يا دكتور والله. حللت لها الاملاح اللي في الدم اللي هي بتاعت المقرس؟ لا تحاليل وكل التحاليل، حتى طلبوا مني تحليل نخاع، عملت تحليل نخاع قالوا ما فيش حاجه. وبعدين محتار يا دكتور، لو ماخذه عندها لو ماخذه في دراعها كده الشمال بيتهز كده بيتراجع من كتر السخونه. حاضر يا احمد، انا هقول لك عشان بس طبعا الموضوع محتاج اسئله كتيره وناخد وندي مع بعض. انت هيدوك في الاستوديو هنا عندنا في القناه هيدوك الرقم بتاعي، وانت معاك تليفون جميل بتكلمني منه، تروح مصور كل التحاليل اللي عملتها للحاجة والاوراق اللي عندك وتبعتها لي على التليفون على الرقم اللي هتاخده من القناة. تحت امرك يا احمد. ماشي، اتفضل يا احمد، سيب رقمك وخد رقم الدكتور من الكنترول وتابع معي. ماشي يا احمد. ممكن ناخد استاذ رجب. اتفضل يا رجب. اهلا وسهلا. تحياتي ليك يا دكتور وتحياتي للاستاذ وتحياتي فريق الاعداد المحترم قناة صحة وجمال الفن. تعيش يا حبيبي، ازيك يا رجب؟ الحمد لله يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا دكتور. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله يا دكتور، ربنا بصراحه يعني انت بصراحه ما في الصعيد كله يا دكتور، والله بعد ربنا حبيبي دكتور. ربنا يخليك لي، ربنا يبارك فيك يا دكتور ويزيدك كمان وكمان يا دكتور، انا وانت ان شاء الله، وربنا يبارك لك في اولاد وعائلتك كلها يا دكتور. الحمد لله على دعائك الجميل. الله يبارك فيك يا دكتور. بالنسبه يا دكتور اللي جايه مولع نار سخانه
من تحت في البطن وما خليتش، عملت مناظير وعملت على الغضاريف وعملت على كل حاجه، وعملت هو بتاع الاملاح زي التحاليل، وخدت علاجات، وبرضه السخانه قاعده زي ما هي مش في الدكسه. مفيش مفيش سكر يا خال؟ مفيش سكر للرجل؟ لا ما عنديش سكر ولا حاجه. طيب هقول لك برضو نفس الكلام اللي قلته لاحمد من دقيقه عشان خاطري. صور يا رجب، صور يا رجب التحاليل بتاعتك كلها وبعتها لي على التليفون على الرقم اللي هيديه لك عندنا في الاستوديو. قول لهم هيدوني رقم الدكتور سمير هيديه لك، وتصور الورق اللي عندك كله، وفي حاجه اسمها الواتس على التليفون عندك تبعتها لي على الرقم الموجود دوت، واتواصل معاك حاضر يا رجب. انا الاثنين ليك. الف سلامه يا رجب. تمام، الف سلامه يا استاذ رجب. حضرتك يا دكتور بجد يعني ما شاء الله ان انت بتتابع معاهم بجد بعد كل تليفون. احنا معايا تليفون كمان استاذنك ناخده، استاذ مسعود عادل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم اهلا السلام. يا رجب ازيك؟ الله يعزك، الله يبارك لك، اديك الصحه. الله يخليك. انا عندي مشكله عايزكم تساعدوني فيها. والله خير يا والله. والله انا من محافظه قنا، ومكتشف عندي في مرض معدي. رحت اتكلمت مع وكيل وزاره الصحه عندي في قنا، ما خدش اي خطوه. وبعدين بعت فاكس لوزاره الصحه، الناس مشكورين ردوا عليا ان اتوجه لمين؟ لوكيل وزاره الصحه عندي في قنا. خدت الفاكس ورحت لوزير الصحه، وكيل وزاره الصحه في قنا، ما عملش اي خطوه. المشوار ده ليه 8 شهور، وهروح هناك ما بعملوش اي خطوه. فانا عرفت من منبر القناه، منبر البرنامج، وتوصلوا لي لاي مسؤول في وزاره الصحه نعرض عليه المشكله دي. حاضر. مسعود. مسعود يا مسعود باشا، انت بتتكلم في موضوع معين ممكن يكون يعني في حاجات محتاجه تتفتح فيها الكلام شويه، او ان احنا نتابع معاك بشكل اكبر. برضو هقول لك برضو يا استاذ مسعود من جنة نفس الكلام اللي قلناه لاخونا رجب واخونا احمد من دقيقه، ان برضو صور الورق اللي عندك وانا هتبعته لي على التليفون بتاعي اللي هتاخده من عندنا من الاستوديو اخواننا الموقرين، وهيدوك التليفون بتاعك. تصور ورقك وتبعته لي وارد عليك واقول لك راسك من رجليك تمشي ازاي عشان نحل المشكله، لان برضو يعني في حاجات معينه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ممكن يكون الناس اللي بتبعت لهم عندهم حاجات برضو حالات اصعب شويه مش فاضيين ليها. ممكن تكون انا فضي نفسي ليك. حاضر. كمان اكتر. انا فضي نفسي ليك واتابع معاك، وما تشغلش مخك خالص، وما تحاولش تخش في نوع الرعب ولا حاجه، كل حاجه ليها حل يا مسعود باذن الله. ميرسي قوي يا دكتور. استاذ مسعود حضرتك اتفضل اتصل بينا تاني، والكنترول هياخد رقم حضرتك. تمام. دكتور حضرتك فعلا عندك حق، زمان ما كانش ينفع حد يجيب ساندوتش. انا فاكره ان جدتي لما كنا طلعت بقى التيك اواي والحاجات الفرايد بالنسبه لها يعني ايه ده بالظبط، ايه اللي انتوا بتاكلوه ده، أكل ايه ده يعني. فعلا صح. فهو كانت عيبه يعني، اللي كان ياخد يجيب سندوتش من بره ده يعني معناه ان امه ما بتوكلوش، يعني معناه ان امه فاشله، يعني ان في مشكله كده يعني، او فقراء قوي يعني. ايوه. فما كلمه فقراء قوي دي كانت موجوده عندنا في مصر زمان، يعني انا شخصيا واحد فقير قوي في البدايه الحمد لله، ودلوقتي غنى يعني مستور من عند ربنا. لكن هي الفكره كلها انه المساله بتاعت الاكل وثقافه الاكل ابتدت تتغير بعد ما ابتدت الام، وده مش عيب، تخش الشغل بكثافه اكتر. ما كنا صغيرين كانت السيدات والفتيات بيعملوا على استحياء في اماكن معينه كعاملات، والموظفات كانوا قليلين جدا جدا نتيجه برضو ان التعليم بتاعهم كان ما بيكملوش كتير. فعلا. لما ابتدى بقى يكونوا بسم الله ما شاء الله يعني غالبين على الذكور، وابتدى يمكن نقول ان هو المجتمع بتاعنا في ناس بتقول انه ممكن يكون الاناث اكتر من الذكور بقدر معين 1% او حاجه زي كده. انهاو الكلام ده خلى الام لازم تشتغل عشان الحاله الماديه، والاب بيشتغل وهي الشغل متيسر ليها فما تشتغلش ليه، لكن ما عرفتش تنظم البيت حياتها. فبقى البيت هنا الطفل اللي بيخرج بياخد فلوس يجيب اي اكل، والاب والام ياخدوه يجيبوا له اكل من الشارع، بتيهايه كيسين مش عارف ايه، بكون بسكوت، ازازه ميه، علبه عصير، وخلاص. والراجل يجي من بره تلاقي الرجاله كلهم مرصوصين قدام المطاعم بتاعت التيك اواي عشان ياخدوا الاكل، سواء سمك او لحمه او فراخ او كفته او كذا او كذا. البيت بيعمل ايه؟ ما هو الاب الست مش موجوده مسكينه، هو بيرجع الساعه 4 وهي بترجع الساعه 4 او 5 او 6 دلوقتي، والولد بيرجع معاهم ما يجيبوه من المدرسه في نفس الميعاد، يا دوب يخش البيت عاوزين ياكلوا ويتقلبوا ويناموا عشان يقوم شغله تاني يوم. يدخلوا تاني يوم. حياه بقت يعني سريعه.
فاتجهنا يعني للاكلات السريعه فبقى اصبحت هنا المصدر بتاع العدوى بقى اكتر من الاول بكتير. صح. العدوى بتاعت النزلات المعويه ممكن تكون عدوى واضحه وممكن تسيب على الاثر الطويل قولون بايظ او كبد بايظ يفضل يعاني منه طول عمره لو ما اتعالجتش صح. طب ممكن يا دكتور عشان الموضوع ده مهم وفي سؤال عايز اساله حضرتك ناخد التليفون؟ ماشي اهلا وسهلا. انت عارف حبايبك كتير. اهلا وسهلا استاذ محمد. الو هو محمد؟ اتفضل. انا سامع حضرتك يا فندم. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ والله بخير الحمد لله. انا سني 41 سنه. ماشي. اكتشفت من شهر عن طريق الصدفه ان عندي اكياس على الكليتين. فرحت عملت اشعه فوق صوتيه ورحت للدكتور وشفت اللي 12 كيس على الكليه اليمين و15 على الكليه الشمال. ماشي. كان طبعا كانت والدتي والموضوع وراثي يعني. ايوه. اكبر كيس حضرتك 6 في 5. اكبر كيس فيهم 6 في 5. تمام. الاجمالي بتاع الكليتين ال 27 كيس، طبعا نسبه الكرياتينين عندي 1.1. جميل. وظائف الكلى كلها سليمه تمام. الحمد لله. هل حضرتك عواقبها ايه الاكياس ديت ال 27 كيس دول؟ عندك سؤال تاني يا محمد؟ الله يبارك في حضرتك يا فندم. الف سلامه ليك. طبعا هو الجملة بتاعت محمد ابننا جملة مهمة جدا والموضوع بتاعه موضوع مهم جدا لانه احيانا بعض الناس بتاخده برعب شديد، بعض الناس بتخوض فيه بنوع من عدم الدراية فيحصل فيه لخبطة والمريض يبقى في حالة سيئة نفسيا قبل صحيا. طبعا زي ما قال ابننا محمد ان دوت حاجة بنسميها وراثية او خلقية وهو قال ان الاسرة فيها هذا الكلام. اكياس على المبيض او اكياس على الكلياتين او اكياس على الكبد او اكياس انيوير مرض معروف التكيس وبراسي واشهرهم طبعا التكيس بتاع المبايض عند البنات والسيدات وكلام من ده ويعني شغالين بتوع النساء عليه زي الفل. تمام. بالنسبه للكليتين بيبقى معاهم هلع فاهمين ان اللي ما عنده اكياس على الكليتين يعني معناه ان هو عنده الكلى اتدمرت وانه هيموت وفشل كلوي وانه هيغسل وان الفيلم الكئيب بقى بتاع فرانكشتاين ده يبتدي يشتغل. فطبعا هنا الكلام كلام مش مظبوط لان هي دي معاك انت عندك النهارده يا عم محمد سنك 41 سنه بقالك 41 سنه الاكياس دي مخلوق بيها صحيح بتكبر معاك مع جسمك اللي بينمو باستمرار ما حسيتش بحاجه ومش هتحس الا اذا هي مشكلتها انها ممكن تلتهب شويه يبقى فيها شويه صديد بسيطه زي اي مكان في الجسم زي اي مثلا واحد عنده كيس دهني في الجلد لو هو محافظ عليه خلاص يبقى مكانه بارز. صح. لو بيدعك فيه كل شويه يلتهب ويحمر. صح. فهو بيبقى ممكن جايز انه يلتهب غير كده ما فيش ممكن يتضخم اكتر شويه ممكن يزيد شويه اكتر مع مرور العمر يعني الوقت عنده 41 سنه واكبر كيس فيهم 5 سنتي كمان 41 سنه هيبقى الكيس ده 10 سنتي وقالك ازاي يبقى هنا الكلام برضو في اخد وعطى. صح. احنا عنينا في الحاجات دي على حاجتين ابننا ما يحاولش ان هو يقلق ويتعامل عادي مع الحياة ويحافظ على الكلى بتاعته بكلمتين فقط لا غير نمرة واحد انه يشرب مية كتير يوميا صيف شتاء في الصيف يشرب كوباية كل ساعة وفي الشتاء يشرب كوباية كل ساعتين هذا الكلام سهل. صح. مية موجودة في الحنفية مش محتاجين ازايز مية معدنية ولا مية بذاتها بتاعت حقن ولا هيجيبها من الاجزخانة دي نمرة واحد دي نصيحة لأي حد عنده اي مشاكل في الكلى حتى لو عنده جن ازرق لازم يحافظ على الكلى بتاعته بشرب الميه باستمرار. صحيح. ده لا نقاش فيه. صح. حاجه ثانيه يمتنع تماما ويحلف قدام مني دلوقتي كده على كل الكتب السماويه بانه ما فيش اي مسكنات ياخدها في حياته الا للضروره القصوى واقل وقت ممكن وباقل بكميه فعلا لان المسكنات بتدمر الكليتين وده اللي ما بيحصل مع الناس الكبار حتى اللي هم مع الناس اللي جسمهم مليان وبيربعوا باستمرار حتى الناس اللي مش بتشتكي من اي حاجه يا دكتور وصحيا بسبب المسكنات اللي بياخدوها عمال على بطال بتاثر يعني طبعا. انا مره اتقالت جمله عجبتني قوي كل مسكن بيبصم بصمه في الكلى بالظبط عجبتني كده. جدا الجمله برافو عليك فهنا طبعا الناس مهم جدا لان الناس فاهمه ان المسكنات رحمه ما هي رحمه بس تتاخد في حدود معينه ودي مش زي اي ادويه تانية دي بتتراكم في الكلى باستمرار بشكل قاسي وبتعمل التهابات مناعيه وبتعمل لا قدر الله في الاخر فشل كلوي بدون ما حد ما يحس يعني يا دكتور لو صداع ممكن نشوف نومنا نظبط نومنا نقدر عليه صداع نفسه يعني يقعد بينه الصداع ده بالذات يعني يقعد كده بينه بنفسه يتخيل نفسه وهو قدام المرايه ان هو الدكتور واللي في المرايه ده المريض ويقول له انت بتنام كويس صح انت بتاكل كويس انت مزاجك رايق
بتغير جو شويه ولا لا، بتكبر مخك ولا معقد الدنيا، بكذا كذا ويجاوب بنفسه وما يكبرش وما يقولش انا هعمل ايه. لا، تقدر تعمل كل حاجه، كله يتحل من الاول. احنا نشوف الاسباب الاول ونحلها قبل ما نضطر يجي لنا العرض وناخد له بقى المسكنات. بالظبط. فهو ابننا محمد ربنا يخليه التكيس ده هيتابعه كل 6 اشهر يعمل اشعه موجات صوتيه زي ما بيعمل كل 6 اشهر مش كل يوم عشان ما احبش البانيك ده. ومعاها وظائف الكلى، كلام سهل قوي. تمام. يعني كرياتينين فقط لا غير اللي هو عارفه، وطلع عنده 1.1 يعني احسن مني ومنك الحمد لله، والسونار عشان يصور حجم الحاجات دي، ولا يعمل حاجه تاني ولا يروح بعيد ولا بتاع. نفسيا بقى يا دكتور يهدى خالص عشان النفسيه هي كانه اللي عنده كيس في قفاه. اه صحيح. يعني كيس دهني موجود في قفاه كتير كده مع اي حد او في ظهره او في ايده. صح. وهعمل له ايه الكيس الدهني ده؟ هو بشكله مبعجر شويه، في ناس كده تقول لي بس مش يا سيدي مش عاجبك شيله، بس انت انا ما لو عندي مش هشيله. أيوة. ده مش ما بيأثرش في حاجه. لا بيتعبني مش عارف ضفر الرجل الصغير، يا سيدي بالراحه كده. الجسم ده مش يعني بنعمه من ربنا. فالمهم محمد اطمئن وتعامل بالطريقه اللي قلنا عليها، وربنا يعافينا ويعافيك وما فيش مشاكل ان شاء الله يا رب. احنا معانا يا دكتور تليفون تاني. محمد فضل. محمود. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اه محمود. الله يبارك فيك يا دكتور. الله يخليك. زي الله يبارك فيك. تمام والله شفتك يا دكتور. الحمد لله. الله يبارك فيك. انا بالنسبه لمعدتي يا دكتور احس بشويه حرقان، وكان من كذا سنه كده وما زال يعني حرقان في المعده. لو كانت اي لقمه في البيت، لو بره البيت كانت اي حاجه كويسه وحشه ماتت تبقى كويسه. وباخد طوار وباخد يعني زي مهضم او الحرقان المعده. عملت اشعه على بطنك يا محمود قبل كده؟ عملت اشعه مفيش حاجه، وهو بس مجرد لو كانت اي حاجه في البيت ماتت يحصل حرقان. خير ان شاء الله. طيب انت فطرت محمود؟ اه فطرت. فايق شويه كده اكلمك. ماشي. برا في 5 حاجات يا محمود يا ابني تتجنبهم عشان الموضوع الحموضه دي. ده دي اسمها حموضه زياده في المعده، ابتلاء من عند ربنا عند ناس معينه عندهم حموضه زياده زي حالاتي وحالاتك. انت المفروض انك انت في الحاجات اللي اقول لك عليها دي تتجنبها علشان ما يبقاش في عندنا مشاكل، لان عندنا القاعده بتاعتنا الوقاية خير من العلاج، ولا ضرر ولا ضرار. 1، تبعد يا محمود عن اي حاجة فيها توابل او شطة. 2، تبعد يا محمود عن المسكنات عموما بتاعت الصداع وظهري ورجلي ودماغي. 3، تبعد يا محمود عن الحاجات اللي مقلية بزيت، اكل بيتباع في قلية برة، بتجيب كبدة، بتجيب صباع مش عارف كفتة، بتجيب مش عارف ايه، الطعمية، البتنجان اللي بتعمله كل يوم مسقعة، البطاطس المقلية، الكلام ده كله اهرب منه. يبقى قلنا المسكنات والحاجات اللي مقليه بزيت والتوابل والشطه. الحاجه الرابعه المشروبات الغازيه يا حبيبي، سواء بيضه او خضراء او حمراء او فوشيا او ايا كان لونها، ممنوعه لان الصودا اللي فيها بتعمل التهاب. اللي انت بتشربها بتحس براحه مبدئيه لكن بتكون تقلب الدنيا بعد كده خالص. هي دي بقى يا دكتور، الناس تقول انا هجيب مثلا صودا عشان تهدم معايا. يعني فعلا دي حاله مؤقته. حالة مؤقتة يتلوها عذاب شديد. ياه. زي الخمرة. ياه. يعني الواحد يشرب خمرة يحس ان دماغه دي في الهواء وماسك في النجفة ويرقص كده وزي الفل، وبعدين بعد شوية يبقى في عافيه منها صداع رهيب جدا 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 مسكين، ويبقى حاسس ان هو هيكسر الدنيا وممكن هو يأثر بتأثير داخلي على الجسم من جوه. فيبقى الحاجات دي اللي قلنا عليها مع العشاء المتأخر، يعني الواحد ياكل وينام. والدخان. نهرب من السجاير سواء سجاير او شيشة او كده بقدر الامكان. لو الواحد اتبع الامور دي نقولهم لك تاني عشان كل السؤال ده بيتسال باستمرار بين كل الناس، واكتر من 90% اللي بيشوفوا الحلقه دلوقتي عندهم حرقان في المعده. بنقول لهم نبعد عن التوابل والشطه، عن المسكنات، عن المشروبات الغازيه، عن الحاجات المقليه بزيت، عن العشاء المتاخر والناس اللي بتدخن ما تدخنش. وفي نفس الوقت يعني بناكل الاكل على قد المعده الموجوعه، يعني ميبقاش في اكل كتير واضطر اكله، او احط قدام مني اكل كتير في الطبق واضطر اكله، او اجيب معايا سندوتشات زياده واضطر اكلها. تمام. خد تلت المعده او نص المعده بالكتير، يبقى هنا المعده بتاعتك بتشتغل بهدوء. ولو شربت كوبايه لبن قبل ما تنام بالليل هتبقى عايش في امان. دي النصايح بتاعتنا لكل احبابنا واولادنا ومنهم ان شاء الله
ابننا محمود ربنا يعافي عنه. حلو قوي يا دكتور عيال. فقره للاسف احنا خلصنا، بس للاسف انا متضايقه جدا ان هي خلصت. ربنا يخليك حضرتك ليه. بجد عايز حلقات تعيش. كلام حضرتك جميل انا سعيد بيكي وكل انا اسعد والله. ربنا يوفقك. كله نصايح وحاجات كويسه جدا. حضرتك شرفتني ونورتني دكتور سمير عنتر. ان شاء الله اشوفك قريب جدا حبيبتي. استشاري الحميات والكبد ان شاء الله. عايزين بقى نختم الحلقه بكلام دكتور سمير قال لنا في نص الحلقه الاختيار. طبعا الاختيار مش على حياتنا كلها، هو كده كده على حياتنا كلها، بس احنا النهارده خصوصا هنقول الاختيار في الاكل والصحه، لان صحتنا هي الكنز بتاع حياتنا. زي ما دكتور سمير قال لازم نختار الدكاتره والمكان والاكل، نختار كل حاجه ممكن ان احنا نخسر فيها صحتنا، وصحتنا هي حياتنا كلها عموما. انا مبسوطه جدا ان كنت معاكم النهارده، وانا متاكده ان الحلقه هتعجبكم. تانية اشوفكم في حلقه جديده قريب جدا وعيادة الصحه.